للنظام السياسي اللي نتصوروا فيه، نتصوروه يعني بالطبع باش يطرح هذا الموضوع عندما سنتحدث في إطار المجلس التأسيسي عن الدستور الجديد، دستور تونس. لكن اليوم الحديث وقع وشفنا العديد من المقالات وتحدثنا في العديد من الحوارات مع أطراف سياسية. الشيء اللي نقوله اليوم وأن الموضوع هذا يجب أن يكون فيه موقف جماعي على الأقل بين الأطراف السياسية، لأنه سيلزم تاريخ تونس المستقبل. لكن التوجه العام هو هذا، وتوجه التكتل بالخصوص، البعض منكم باش يقول هذه عموميات، ماهيش عموميات، هو خيارات. أولا باش نمشيو إلى نظام سياسي لا يقصي أحدا، يعني التخوف من أي نظام هو أن الأقليات في أي مجتمع من المجتمعات ينجم يجي تنظيم سياسي ويقصيهم باعتبار كونه الآليات نتاع الانتخاب ما تخليهمش حظوظ واضحة. أنا نتصور وأن النظام اللي يصبح بتونس لأن قاسينا من المخسار، قاسينا من القمع، قاسينا من كبت الأصوات، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف السياسية وكل العائلات الفكرية. الشيء الثاني اللي يلزم يردع التمثيلية الدقيقة والصادقة لقوى المجتمع هو مسألة الاستقرار. يعني يلزمنا نظام يمثل الجميع، لكن في نفس الوقت يلزمنا يكون نظام مستقر، حتى ما ترسمناش كما بعض الأنظمة في فترات أزمة كل جمعة وكل شهر حكومة جديدة وتتنحى الحكومة وتولي لعب، تولي لعب لعب زرقة كما نقول. بحيث هذا من الأهداف، الأهداف هذوما بالتجارب الموجودة في العالم نقول لكم بكل صدق يعني ممكن نظام برلماني يحققها، وينجم يكون نظام رئاسي معدل يحققها. يعني لربما سنهتدي إلى المزج بين النظامين اللي شريطة أن يكون هذا كما قلت في حقق الهدفين الأساسيين، هو تمثيلية حقيقية وصادقة للشعب التونسي، وفي نفس الوقت ما يجسم وما يحقق استقرار النظام واستقرار النظام السياسي.